مساء الخير عليكم. الاسم ديالي حنان والعمر ديالي حاليا 30 سنة. إنسانة ما مزوجاش ولكن تحكوا لي بالمزيان. هادشي اللي غادي نعود لكم غادي يصدمكم. هادشي اللي غادي نعود لكم ما تتوقعوش. المهم كبرت وعشت في العربية، كنا ثلاثة ديال البنات، ثلاثة ديال الدراري والوالد والوالدة. الوالد ديالي كان من نوع اللي صعيب بزاف، كيجبرنا أنا وخوتي وخواتاتي نخدموا عند الناس في العربية باش نجيبوا ليه فلوس. كان غير جالس ما كيدير حتى شي حاجه، كيقول لينا بلي انا مريض، كان الظهر ديالو كيوجعو لاني ماشي لديك الدرجه انه يشد الركنه. كيخرج كيدخل ولكن معكاز، ما كانش كيبغي يخدم. منين تزوجت به الوالده هو هكا، في الاول كانت هي كتخدم عليه، ولكن ملي كبرنا حنايا فحال رجعنا حنا اللي كنخدمو. انا خوتي وخواتاتي كاملين كل واحد شنو كيدير، كنصورو داك شويه ديال الفلوس وكنحطوها له ما بين يديه، هو تما عاد كيرضى علينا وكيعجبو الحال. نهار كنصبحو مرض عيانين كيبقى يغوت لدرجة كينوض يضربنا. ايه كينوض يضربنا. انا كنت باغا نعيش واحد الحياة اللي زوينة، نلبس ناكل نشرب نخرج نشوف الدنيا نشوف العالم، ولكن مع هاد الاب هذا ما خلانا نشوفو حتى شي حاجة. حتى من المدينة ما كناش كنهبطو ليها، قليل في قليل، ويلا بغينا نهبطو كنبقاو نرغبو ونزوقو فيه. بحرا كيقول لنا صافي سيرو. المهم كنا عايشين في القهره وقلت الشي، وزائد القرايه ما قريناش بزاف ديال الحوايج ما درناهمش. كنا كنوضو مع الفجر وحنا خدامين مع الناس، ما كنرجعو حتى للسته ديال العشيه. كيف ما كنوصلو للدار كنطيحو، بعض المرات ما كنتعشاوش. الفلوس اللي كنا كنخدمو بها كنعطيوها للوالد، ماشي كينوض ويصرف ويجيب لينا ما ناكلو، كان كيضيع غير في لالا ومالي، كيهبط للمدينه يخسر دوك الفلوس ديالو كامله وعاد كيجي عندنا. كيجي نافض ما عنده حتى ريال، غير كيجي كيدخل من الباب كيقولنا ايوا تقعدوا ولا تخدموا، كيبقى يغوت علينا انا وخواتاتي وخوتي. المهم بقات حياتي مع هاد الاب هذا هكا، بقات حياتنا بحال هكا غاده، ما نقدروش نقولوا ليه لا، ولا مشينا مثلا حتى قلنا له لا، هذاك هو النهار الكحل ديالنا. انا تمنيت كون عشت في واحد الوسط اللي زوين، شي عائله اللي تكون لاباس عليهم، نكونوا على الاقل في المدينه ما يكون ناقصني حتى شي خير. ولكن كتشوف حتى كتعيا كتقول مكتب الله ومكتب الله راه كيتصرف. فين ما كنحط راسي الى الخديه ما كنناسش، كنفكر كيفاش غادي تكون حياتي، واش زوينه زعما من هنا لقدام. الا بقيت في هاد العروبيه ما عمر حياتي ما غادي تزيان، الا بقيت متبعه غير با ما عمر حياتي ما غادي تمشي لقدام ولا نكون شي نهار زوينه. تمنيت غير شي واحد يخطبني باش نبعد عليه، ولكن حتى شي واحد ما دق بابنا. فكرت مزيان، كنت كنهضر مع اختي اللي كنت كنثق فيها بزاف، كنعاود لها اي حاجه صغيره كبيره، قلت ليها باللي انا بغيت نهرب ونمشي للمدينه نخدم على راسي فاش ما كان، المهم نخدم ونحيد من هاد الدل. وهي تقول لي وياكي الا بقيتي حتى خرجتي من الدار عرفي راسك راكي خرجتي على راسك، حمدي الله وشكريه. اللهم بانا يا اختي ولا تمشي وتلاقاو ليك الدياب اختي. ايه المدينه ماشي سهله وانتي ما قاريه ما والو. الهضره ديال اختي بحال دخلت من الودن وخرجات من ودن واحده اخرى، حيت صافي انا كنت باغا نمشي. يعني انا قلت ليها هكاك وقلت ليها ديك الهضره غير باش حتى الى لقاوني ما كايناش في الدار على الاقل هي تكون عارفه انا ربي الله هربت. بقيت هكاك شي اسبوع انا كنخطط فوقاش غادي نمشي، امتى غادي نخرج من الدار. جامعه الساك ديالي كنعاين غير الفرصه المناسبه ونخرج من تما. فعلا خرجت من الدار وما غاديش ندور راسي نهائيا لباب الدار ديالنا، خرجت ديريكت وكنت كنقول مع راسي غادي نتوفق، غادي نكون مزيانه، غادي نيسر حياتي اللي ليها ليها مزيانه ولا خايبه. خرجت من الدار زعما وليا عينيا حتىش العذاب اللي كنت عايشه مع الوالد ديالي راه بزاف. ما قلتش ليكم كل شيء، انا كنحاول نختصر ليكم وصافي. خرجت بدون رجعه، بقيت كنتمشى على رجلي، كنت نط قبل الفجر باش ما يشوفني حتى شي واحد. بقيت كنتمشى واحد المسافه حيت عندنا مسافه ما بين الدار والقدرون. مني وصلت للقدرون بقاو الطوموبيلات كيدوزو، كنت كنشيل الطوموبيلات باش يحبسوا ليا، حتى شي واحد ما بغى يحبس ليا، حتى لواحد شويه ويحبس ليا واحد السيد طلعني معاه، كانوا معاه ناس اخرين. قال لي فين غادا بنتي؟ قلت له ها فين غادا وها فين. انا الصراحه ما عارفاش فين غادي نمشي اصلا، فقلت لي بغيت نمشي للمدينه.
المهم مشى وحطني في المدينه، وهنا صافي بقيت كنشوف فين غادي نصد، فين غادي نعطي الراس. دابا راه النهار شويه غادي نلقى الليل، فين غادي نبات هاد الليله. المهم كنت كنهضر غير مع عقلي، دوك الاسئله ما بغاوش يتقاداو. كنقول يا ربي عاد من غادي نمشي، عاد من غادي نعس. ندمت بزاف علاش خرجت من دارنا، قلت اللهم تمارا لي غادي لي كنضرب في الدار اولا نخرج من دارنا. دابا ما عرفاش فين غادي نمشي. هي هاديك بقيت كندور من هنا لهنا، من شارع لشارع، شارع يديني شارع، وزنقات لوحني الزنقه. المهم ما عارفاش فين غادي نمشي. مشيت عند واحد مول القهوه، بغيت نفطر، حط ليا الفطور، كليت داكشي اللي قسم الله الحمد لله. من بعد قلت يا الله نسولو، هضرت معاه قلت له خويا عافاك بغيت نسولك، انا راه جايه من العروبيه وراه عندي واحد المشاكل عائليه، داكشي علاش سمحت في الدار وجيت للمدينه. ودابا خويا شورا ما عارف فين غادي نمشي، ما عارفاش فين غنبات، واش ممكن تخدمني معاك ولا عندك شي بليصه هكا في القهوه نجلس فيها ونبات فيها؟ شف فيا، طلع وهبط قال لي مرحبا. هو كيضحك ديك الضحكه ديال الاستهزاء. فرحت بزاف، اصلا نتوما عارفين هاد العروبيه غينيه، راكم عارفين البنات كي دايرين تما، كاملين كيكونوا نيات. استقبلني وقال لي مرحبا بك وهاكي طاب ليا، وقال لي الفطور اللي فطرتي على حسابي يا لالا. فرحت قلت اخيرا الخدمه جات حتى لعندي. المهم بديت كنغسل في الماعن، وقال لي ما تخرجيش نهائيا حدك حد الكوزينه. قلت ليه واخا سيدي صافي. المهم كنت كنضل واقفه، ضليت داك النهار واقفه حتى الليل. هو قال لي دابا خصك تدبري راسك فين غادي تمشي، حيت انا القهوه غادي نسدها. بقيت كنرغب فيه، قلت له عافاك اخويا راه ما عنديش فين غادي نمشي، واش تبغي هادشي لختك؟ واخويا حسبني بحال ختك، راه ما عنديش فين غادي نمشي، وراك عارفه اخويا المجتمع كيفاش داير. واش اخويا الا بقيت برا راه غادي يطمعوا فيا الدياب وغادي ياكلوني؟ بقى كيشوف فيا كيطلع ويهبط فيا. قال لي هاد الليله ماشي مشكله، غادي نخليك تباتي، لكن نهارات الاخرين دبري على راسك، راكي عارفه هادي راها قهوه ماشي كنعسو فيها. قلت له الله يجازيك بالخير، شكرته بزاف. اصلا هو كان عنده الفراش تماك في داك القهوه، لقيت واحد البليصه مفرشه نعست فيها، نعست وانا مرتاحه، تهنيت من المشاكل ديال الدار والحكام وداك الزمت ديال الواليد، دوك الاهانات، الضرب، ديك الخدمه اللي كنخدموا عليه، اش غادي نقول لكم، تهنيت منه ديال بصح. المهم صباح صباح فقت، انا قديت الكراسه في البلايص يسخن حتى جا هو حل القهوه، قديت معاه داكشي كامل. المهم بديرة كنسربي في الناس. المهم كنت كنخدم مره في الكوزينه، مره كنسربي الناس، كل مره شنو كنت كندير. الصراحه هاد مول القهوه عجبته بالحداكه ديالي، ما كنقوليش زعما انا خدامه غير في الكوزينه نبقى في الكوزينه، يعني واخا الفلوس اللي كان كيعطيني غير واحد البركه اللي قليله، واخا هكا كنت فرحانه. اي تقول علاش فرحانه؟ حيتاش خلاني نبقى نبات في القهوه، رغبتو وعرفني بنت الناس، ومعقوله داكشي علاش كان كيقول لي ماشي مشكل. بقيت خدامه موده في ديك القهوه، مولاها كان الله يعمرها دار، كانت كيتعامل معايا بحال اختو، ما عمر تهز عليا ولا قال لي زعما شي حاجه خايبه ولا دار معايا شي حركات ماشي حتى ليه. صراحه صراحه كان عندي عزيز، وهذاك هو اللي لقيته في جنبي نهار جيت انا للمدينه. صراحه وقف معايا الوقفه ديال بصح، كل مره كان كيجيب لي حاجه من الدار ديال الباز ديال خواتاتو، كان كيتهلا فيا ديال بصح. الماكله كيقول لي كلي اللي بغيتي ولي تشهيتي، القهوه راه بحال القهوه ديالك. صراحه انا كنت كنتعامل معاه ومع الناس اللي كيجيو القهوه، كنتعامل مع الكليان، كانوا الناس دائما مني كيتقهواو كيدوروا معايا حتى انا، وهكذا كنت كنجمع الصريف من ديك التدويره. بقات حياتي غدا بحال هكا حتى النهار اللي غادي يجي واحد السيد باش يتقهوى عندنا. هاد السيد ماشي اول مره غادي يجي عندنا، بزاف ديال المرات كان كيجي، ولكن انا كنتمنى لي داخله سوق راسي، وما كان ديما كنجيب الهضره مع الناس. الا سربيت شي واحد كنحط له دوك المسائل ديالو وكنمشي كنشوف واحد اخر، كنخسر عليهم السلام عليكم، كنحط له داكشي اللي طلبوا، ومن بعد كنمشي في حالاتي، كندخل الكوزينه وكندير شي حاجه اخرى. بقى هاد السيد كيجي مره ماشي جوج، بزاف ديال المرات. وباش عقلت عليه مني كان كيشرب القهوه ديالو، كان كيدخل عند مول الشي وكيبقى يتعاود هو وياه. المهم حتى لواحد النهار مول الشي غادي يهضر معايا ويقول لي حنان راه واحد السيد باغي يخطبك. قلت له شكون؟
قال لي ها شكون وها شكون. انا غير دواه لي عرفته، حيتاش كان كيجي بزاف ديال المرات للقهوه كما قلت لكم. ايوا هي هذيك، بقيت كنشوف ما قدرت نقول ليه والو، حشمت. قال لي غير توكلي على الله، كيبان ولد الناس، واخا انا ما كنعرفش عليه بزاف، ولكن الا كان مزيان الله يسخر لك، ديري دارك تبقاي خدامه مع الناس. انا ما قدرت نقول ليه حتى شي حاجه، حشمت وتسميت غادة، وصراحة في نفسي بحال عجبني الحال. سيد فوجهو ما شاء الله كيبان زوين، ولكن باش نعرف عليه شي حاجه راه ما كنعرف عليه حتى شي حاجه. جا عندي القهوه قال لي بغيت نهضر معاك. فعلا جلست انا وياه بقينا كنهضروا، قال لي باغي الحلال، زعما بغيت نقدك شتك بنت الناس خدامه في القهوه وهادي. فقلت علاش لا ما نتزوجش بيك ونسترك، وتنتي باينه فيك بنت الدرويشه وبنت الناس لا امرها دار، ويمكن الظروف ديالكم اللي خلاوك ديري هاد الخدمه هادي. قلت له ايه فعلا، وإلا كنتي ناويين معقول مرحبا، ما كرهتش انا ندير داري ونستقر، عيت من الخدمه ومني كنت صغيره وانا خدامه. صافي هنا بقى كيسول فيا فين كنتي شنو زعما علاش هربتي من داركم. بقيت كنعاود ليه هو كيقول لي ماشي مشكل، انا غادي نعوضك وغادي نعوضك على كل شيء، غير تبعيني انا غادي نكون لك انسان مزيان، وانت باينه فيك بنت الناس والله يعمرها دار. هنا ثقت بيه وعجبني الحال، قلت هذا انسان اللي غادي نعيش معاه حياتي، هذا هو الانسان اللي اي وحده كتمناه، هو اللي غادي ينقذني من هذه الخدمه اللي كنخدم مع الناس. حيت من الصغر ديالي وانا خدامه مع الناس، ما عمرني عقلت شي نهار جلست في الدار زعما مربعه يديا ما خدمتش، ما عمرني عقلت على راسي شي نهار انني مرضت وجلست نرتاح. واخا كنكون مريضه كنمشي نخدم على ود باش ما يغوتش علينا الوالد. بقيت هكا، هاد السيد كل مره كان كيجي للقهوه كنجلس انا وياه واحد نص ساعه، كنبقاو نتعاودوا كنزيدو نتعرفوا على بعضياتنا. هو ما كانش دوالي على راسو، ما قاليش حتى فين كيسكن. المهم قلت دابا الا تزوجنا راه غادي نعرف فين غادي يسكن. واش عندك والديك؟ كنسولو بحال هكا، هو ديما كيتهرب من هاد الاسئله ديالي، ما كيبغيش يجاوبني، كيقول لي قصتي قصه وما كاينلاش نعاودها لك. قال لي ان شاء الله مي غادي نعقدو، غادي نكري لك دار ونسكن انا وياك، ما تسكني لا مع والديا لا مع حتى شي واحد. قلت ليه واخا، كنت كنسولو فاش خدامه هادي، كان كيقول لي ما كاينلاش عارفه عليا بزاف ديال الحوايج، حيت انا القصه ديالي غادي تألمك، اصلا انتي مألمه وقليبك هشيش ما كاينلاش نزيدك حتى انايا، وحنا تقريبا القصص ديالنا متشابهه غير انا فايتك شويه بالصبر. ايوا صافي، دائما مني كنبغي نسولو كنحس بيه باللي كيتهرب، خليته على راحته. واحد النهار كان جا عندي القهوه قال لي غدا ضروري غادي ندوز عليك، قولي هالمنشي باش غادي نمشيو نعقدو. قلت له واش بصح زعما هادشي دغيا دغيا درتيه بزربه، كيفاش درتي ليا؟ ويقول لي انت ما غاديش تعرفي في هادشي، المهم انا باغيك تي باغياني وبغيتك تكوني مرتي هاد النهار قبل غدا، داكشي علاش وجدتي راسك غدا غادي ندوز عليك. قلت ليه واخا، كنت فرحانه طايره من الفرحه، واخيرا غادي نتزوج واخيرا غادي ناسس اسره. المهم قلتها المنشي فرح ليا، قال لي سيري الله يسخرها ليك، قال لي بغيتك تكوني احسن في دارك ما تكوني خدامه معايا في القهوه. قلت الله يجازيك بالخير. المهم الغد لي مشيت عنده، مشينا لواحد الدار، هاد الدار غادي نلقاو فيها جوج ديال الرجال، غادي يقول لي هادو راهم العدول، وهادوك العدول طلبوا لي لا كارت ديالي وديالو وسينيت، قالوا لي زعما واش موافقه. قلت لي اه كذلك، هو سولوه واش موافق، قال لهم اه صافي سينينا بلي موافقين بجوج، قالوا لنا مبروك الله يسخر، ناضوا يمشيو في حالاتهم. قال لي كي جاتك الدار؟ قلت له زوينه ديال من؟ قال لي الا لا هذه يا الدار اللي كريت ليك. الدار البنات كانت ما شاء الله مفرشه من كل شيء، فيها كل شيء مجهزه من اي حاجه، عجبتني بزاف. كنت كنقول الحمد لله الحمد لله، كون بقيت مع الوالد ديالي الحياه ديالي غادي تكون تعيسه، دابا راني عايشه في السعاده وعندي راجل من الفوق. كنت فرحانه صافي. قال لي اليوم ما غاديش تمشي للخدمه. قلت له علاش؟ قال لي راني هضرت مع مول القهوه، قلت له بلي هذا النهار نهارنا، خلي مرتي تبقى معايا. هو راه ما قال والو زعما، قال لي خليها تاخذ راحتها. قلت له لا ما يمكنش، خصني انا نتصل بيه ونتشاور معاه، راك عارف هذيك هي الخدمه اللي راه معيشاني. قال لي غير غادي تكملي هاد الشهر وغادي تجلسي في الدار، ما كاين لا خدمه لا رضمه، وانا علاش تزوجت بيك غير باش نخدم عليك وعلى راسي. هضرتو كانت كتفرحني. قلت له صافي واخا. المهم بقينا انا وياه في الدار،
سي بدا كيتقرب مني وانا كنتهرب وكيقول لي مالكي يا كان راجلك دابا انتي مرتي علاش كديري بحال هكا؟ قلت له غير سمح لي مازال ما مولفاك بقى معايا حتى وقع لي وقع. صافي كنت فرحانه يعني هذاك راه راجلي. المهم الغد اللي مشيت للخدمه ديالي ما درنا لا صداقه لا حتى شي حاجه، حتى الناس ما عارفينش بلي حنا مزوجين. المهم وليت كنمشي للخدمه ديالي غير وصل الشهر خلصني من القهوه وهنا غادي نقول له سمح لي بزاف دابا غادي نجلس في الدار، وما خلانيش راجلي يبقى خدامه. قال لي صافي ماشي مشكل. المهم خرجت من الخدمه وبقيت جالسه في الدار، والراجل كيكون غاب النهار كامل ما كيجي عندي حتى الليل، ومني كيجي هو شاد فيا خصني ندير معاك علاقه. كيقول لي يا بغيت نكون معاك. بصراحه انا ما كنتش كنفرض ليه الطلب ديالو، كنقول هو راجلي ومن حقه. بقينا هكا لمده ديال 6 شهور وانا هي انا وياه بحال هكا. المهم كان قال لي يا شربي الفنيد انا ما بغيتش الاولاد. من بعد 6 شهور واحد الصباح الراجل غادي ينوض ما غاديش نلقاه ما غاديش يرجع كاع. كنصوني عليه التليفون ديالو طافي، ما عرفت حتى شكون نسول عليه، ما عنده لا صحابو اصلا، ما كنعرفش صحابو ما كنعرفش عائلته. اللي كنعرف عليه هو مول القهوه. مشيت سولته قلت له راه راجلي منين خرج ما بقاش رجع، ما عرفتش فين مشى. قال لي يقدر يكون عنده شي غارات، جات شي خدمه بعيده، يعني هادشي علاش يقدر يكون ما جاش. اما تشوشيش ان شاء الله غادي يكون مزيان. دوزت يومين 3 ايام سيمانه 15 يوم راجل غبر ليه الاثار. فلوس ما عنديش حتى ما ناكل، تقضيه سالات. فانا قررت نرجع لمول القهوه باش نخدم عنده، ومنين غادي نرجع غادي نلقاه جاب واحد البنت في بلاصتي. قال لي غير سمحي لي راه ما عنديش كيفاش ندير، وما نقدرش ندير جوج خدامات في بلاصه واحده، داكشي علاش ما قدرتش نخدم. المهم دوزت شهر هنا مول الدار غادي يجي دق على الفلوس ديال الشهر. هي هذيك من دق عليا قال لي فين راه السيد اللي كيسكن هنايا؟ قلت له ما عرفتش فين مشى، هادي شهر ما بانش ليه الاثار. هذاك السيد اللي كتهضر عليه راه راجلي. هو ضحك حتى بانت ليه الدرسه ديال العقل. قال لي امتى تزوج ياك من المرتين المره الثانيه ديالو؟ قلت له كيفاش المره الثانيه؟ قال لي حيت السيد راه مزوج وعنده ولادو، واصلا هاد الخصايل ديما كيديرهم، ديما كيجيب لي العيالات كيسكنوا شهر شهرين وبعد كيمشي في حالاته، كيخليهم هما حاصين في الكره وحتى انا. قلت له واش منين كتهضر؟ قال لي دابا واش انا راني جالس كنكذب عليك؟ المهم انا لا نمشي شغلي، خلصني في الشهر ديالي ولا خرجي من الدار. قلت له راه ما عنديش باش نخلصك، وراه ما نقدرش نخرج من الدار حتى ما عنديش فين غادي نمشي، كنعاين راجلي من يجي ديك الساعه يكون خير. قال لي الا لا هذاك السيد راه مزوج عنده ولادو، راه هادي كيديرها غير خطه العيالات، وانت ماشي الاولى ولا الثانيه، راه عدد كبير اللي كيديرهم بحال هكا وكيسمح فيهم كيمشي. وراه الدار ديالي راه كريتها له، ماشي مره ماشي زوج، وانا الله يجيبك على خير. انا غير قلت لك بغيتي تبقاي تعاينيه عاينيه دبري راسك. المهم انا خلصني غير فكراتي وشغلك هذاك. انا تما صدمني بحال ضربني بالترفيقه، اش غنقول لكم زعما يكون ضحك عليا. المهم خرجت كنسول فيه فين هو فين غادي يكون، بحال بالعاصر الارض سيد ما كاينش نهائيا في ديك المدينه. ما خليتش كون سولت حتى شي واحد ما كيعرفو، لدرجه خديت التصويره ديالو مشيت عند الناس كنسولهم واش كتعرفوا هاد السيد، كلهم كيقولوا لي. عرفت راسي تقولبت احسن تقريبه، السيد دارها بيا كان هكا يعاشرني بحال مرتو. هو غير ضحك عليا، جاب دوك جوج عدول الدار غير ضحك عليا، ما كاين لا عقد لا حتى شي حاجه. هزيت دوك الوراق اللي كانوا عندي مخبيين في الدار مع انا ما قريه جديتهم من ملقه، وقت اللي قرا لي هنا فتح دوك الورقات ولقى فيهم كلام عادي ما فيه حتى شي معنى، ويعني السينيات ديالي وديالو. قال لي شنو هذا؟ قلت له العقد الزواج. قال لي واش من نيتك؟ هذا ماشي عقد الزواج، هادشي راه مكتوب، هادشي غير تخربيق. وكو كان عقد الزواج راه غادي تكون مكتوبه في عقد الزواج وفلانه مزوجه فلان، هذا راه ماشي عقد، هادو راه غير جوج حروف وكلام لي عادي جدا ما عنده حتى معنى، وبلي هاد السيد راه راجلك وانت مرتو. صافي عرفت بلي دارها بيا. المهم هنا حيت تأزمات وندمت وعدت في يديا، بقيت كنقول علاش خرجت من دارنا؟ فين غادي نعطي الراس؟ فين غادي نمشي؟ فين غادي نصد؟ ما لقيتش فين غادي نمشي، وفكرت حتى عييت ومشيت رجعت لدارنا. ومنين غادي نرجع للدوار لقيت كلشي كيهضر فيا، بنت فلان شبعات من المدينه وجات للدوار حتى داروا فيها ما بغات عاد رجعات. لقيت خوتي والواليد مشارجين عليا، عطاوني احسن قتله اللي كانت عالميه، ما خلاو فيا حتى عضو صحيح. قالوا لي صافي جربتي المدينه؟ ايوا غزاو فيك،
شنو درتي؟ شنو داروا ليك؟ قلت لهم ما داروا لي حتى شي حاجه، وراه خدمت عند واحد السيد اللي عمرها دار. هانتوما شوفوا شحال جمعت ديال الفلوس. فعلا كنت جامعه حصيصه ديال الفلوس، والدي ديالي غير وريت الفلوس صافي حز اللور. عطيتو ديك البركه اللي كنت جامعها باش يسكت، حيت كان كيعاني كيقول لي خرج عليا من الدار، غير بانت ليه الفلوس ما بقى كيقول لي حتى شي حاجه، ولا كيقول لي سيري للمدينه وخدمي واجي، حيت الفلوس كاينه في المدينه احسن من العربيه. ايوا صافي، كل مره كنت كنمشي نخدم في المدينه، ولكن ما كنخدمش خدمه عاديه، راكم عارفين خرج الطريق ديال بصح، كنمشي للفساد، وخا داكشي حرام كان فيه الفلوس وبزاف. الوالد مين كيجيب ليه الفلوس ما كيقول ليش لا منين جاتك ولا فاش راك خدامه، المهم خصو غير الفلوس. كنت كنسكت له فمو، كنسكت حتى خوتي فمو، هنا صحاب الدوار كاملين كيهضروا عليا وهما ما مسوقينش. المهم هو نجيب ليهم فلوس نخدم فاش ما بغيت نخدم. حاليا البنات مازال على نفس الخدمه، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يهديني، وتنتوما تعيو معايا. فعلا انا غلطت، وغلطت بزاف، غلطت نهار فكرت اني نخرج من الدار، واخا ما كنتش عايشه واحد الحياه اللي كريمه، ولكن كنت بالشرف ديالي وتا شي واحد ما كيهضر فيا. كنت خدامه خدمه شريفه في العروبيه، كنخدم مع الناس، كانت ثمره بزاف ولكن فلوسها حلال، ماشي الخدمه اللي راني خدامه دابا. الله يسمح ليا وهذا ما كان. فنصيحه للبنات اللي غادي نوجهها، تمنيت شي واحد في ديك الوقيته انه يوجهني ينصحني. فاختي كانت نصحاتني وجهاتني، ولكن انا ما ديتش على هضرتها، درت داكشي اللي قال لي عقلي. فبغيت نقول لكم نهار ما تلقاوش الخير في والديكم بقاو مع والديكم واخا هكاك. فالوالدين واخا يمضغوك ما غاديش يسرطوك، واخا ياديوك يضربوك ويتعداو عليك، غادي يجي واحد النهار غادي يدافعوا عليك. ما عمركم تسمحوا في والديكم تبعوا عقلكم. خرجت على راتبي المزيان، على الاقل كنت معززه مكرمه، على الاقل كنت بالشرف ديالي كنتباهى به قدام قراني. دابا بقيت لا شرف لا حتى شي حاجه، خرجت ليها نيشان، خرجت ليها طول وعرض، ماشي زعما درت غير مره وتبت الله وسقرت، لا لا غاده وداك الشيء الذنوب كيزيدو، ولكن انا الذنب ديالي وانا اللي خرجت على راسي وانا اللي تبعت هذا الطريق. فصعيب الحال بزاف، ولكن نطلب الله سبحانه وتعالى يهديني، وان شاء الله نبدل هذه الخدمه ونخدم بعدا غير خدمه شريفه. نطلب الله سبحانه وتعالى يتوب عليا. هذه القصه ديالي، كنشكركم بزاف، كنقول لكم شكرا على الاستماع ديالكم. السلام عليكم. وهنا كتنتهي القصه ديالنا، وقبل ما نغادروا بغيت نعطي نصيحه لهذه البنت. بالنسبه لك اختي، فالاول كنتي ضحيه فعلا وما غاديش نعاتبك، ولكن من بعد غلطتي غلطه اللي يعني وخيمه بزاف، باش الوالد ديالك يرضى عليك، اختك كذلك درتي لهم داكشي اللي بغاو. لا اختي ما عمرك ديري شي حاجه ديال الحرام باش ترضي والديك، فضروري تصلحي العلاقه ديالك مع الله سبحانه وتعالى. ومني غادي تدخلي للقبر ما غيدخل معك حتى شي واحد، راكي غلطه، طلبي الله سبحانه وتعالى يسمح لك. وبنادم اللي باغي التوبه اول حاجه كيحيد المعصيه باش الله سبحانه وتعالى يقبل ليه التوبه ديالو. فاول حاجه الا بغيتي ربي يسمح لك غادي تحيدي هادشي اللي انتي فيه، وديك الساعه طلبي الله سبحانه وتعالى مزيان وراه غادي يتوب عليك ان شاء الله. ولكن التوبه النصوحه اللي ما غاديش ترجعي نهائيا للحرام، واخا يوقع اللي يوقع. انا اللي غادي نقول لك، وهو بعدي من الحرام وجلسيه في الدار ديال العروبيه وخدمي الخدمه اللي كنتي خدامه فيها معززه مكرمه كيف ما قلتي انتي، خدمه بالحلال بعرق كتافك، واخا فيها تماره كتبقى خدمه حلال، ولا تمشي تخدمي خدمه سهله وفيها بزاف الفلوس ولكن العواقب ديالها وخيمه بزاف. فنصيحه اختي الله يسمح لك وبعدي من هذه الخدمه هذه، فالله يهدي جميع البنات اللي ماشيين في هذا الطريق هذه، الطريق اللي الحبل ديالها قصير بزاف، وفي اي لحظه تقدر توقع الله يسر شي حاجه. فالله يحفظ الجميع.